mais après des expériences, là, je t'en prie. السلام ومرحبا بكم في نيو فلوج من فواياج ويز امير ديسكفر اند اكسبلور. انا اليوم في كاتماندو عاصمه نيبال. بلا ما نطول عليكم اجاو معايا على ليتس ديسكفر. Another new vlog. احنا اليوم في كاتماندو. انا زميلتي ايا تخدم معايا. جو دي بيان زميلتي تخدم معايا. من فين؟ من ايجيبت. ايجيبت يا جدعان. يا جدعان يا جزايكم يا جدعان. اورايت نسينا في سوديب 115 وعدتك بيوصل بيجي. سوديب از هير. This is Sudeep, he's my friend from Nepal. We used to work together for 9 years, yeah? 9 years. Ready for the day? Yes. What are you going to take us today? Spartan Museum. All right. Yes. Yes. Tallest statue of Lord Shiva, all right? And then the dead body. I mean, the place where they burn that dead body. Something very interesting. Yeah, it may be a video shot for some of you. Let's do it. Let's do it. انا توا في باتن سكوير الوحده من الهيستوريكال بليسز اللي موجوده هنا في العاصمه النيباليه كاتماندو. الو يا جماعه كيما عودتكم انا ديما نجيب لكم سمارت تيبس كي تجيو لهنا للباتان سكوير دخله بالفلوس للتوريست اما فما دو كاتيجوري تاع توريست فروم انديا اما هذا ناشوناليتي تاع تيكتينغ باش يسالك سؤال لازم تكون ذكي وخبيث جد داخل قالت لي سير وير فروم ام فروم ساوث انديا كلا وتقول له ام فروم انديا باش تاخذ البرايس تاع انديان ناشوناليتي اللي هو اقل برشا من البرايس تاع اذر ناشوناليتيز وخلصت البخي تاع الانديانز قولوا امين خايف موست بروبلي حتى يا جماعه باش نطلعوا للاخر الجبل غادي وين فما التمثال هذاك ليتس سي نقربوا لها ونشوفوا واش فما غادي فوق الدخول لهنا ات كوست 100 روبيس تقريبا 1 دولار تو ماشيين توا للورد تولست لورد شيفرز ستاتو وليت تبع في الفلوج تاع فواياج ويز امين بيان سور تعرفوا زهري باش تري بيان قلتوها صحيحه زهري كان طلوع والهبوط طلوع والهبوط طلوع والهبوط وين نمشي اي فواياج اي ديستيناسيون نعملها ظهري كان طلوع والهبوط لازم نموت شرقة دروج اكل يقطع القلب يلا سي يو ليتر واو اي برو تيك مي ذير نو 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 اي ويل دو ات اي ويل دو ات اي دونت نو 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 اي ونا دو ذس كايند اوف ثينكس مان ام غانا دو ذات With no doubt. I love this kind of things. يلا let's go let's go let's go. هذوما الحاجات اللي عجبوني انا في الفواياجات وقت تخرج من out of your comfort zone. تو وصلنا للمرحله الحاسمه هذه بالنسبه لي انا this is what I'm looking for في each trip I do. حاجه جديده تعملها experience. Guys are you ready for it? Yeah? Show me that face. Show me that face. Big no, big no. But still you're gonna do it. This is the moment. هنا باش نجربوا صحية القلب حاجة تخوف ما لازم It's a must do. A few minutes later. يا واللي يعجبك أحسن وخير أنه تبدا تصب ما تهزمك تعيش اللحظة كما ينبغي تقص البريدج هذا ومتر تصب عليك حاجة مزيانة برشا اللي يجي لكاتماندو وما يعيش التجربة هذه تسمى ما عمل حتى شيء This is a must do, this is a must try Look at this, guys. بعد نهار بيزي في برشا تعب درناها كاتماندو تعبنا برشا
جينا تو اخترنا مش نقعدوا في ريستوران وناكلوا ذا لوكال فود. بس اللي بال اناف 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 اناف. هذا لحم باهي. هذا روز وعرفناه. هذا بعدس هذا. سفناريا وفقوس عرفناهم. هذا مش عارف اللي هكا. هذوما. وهذا. هذا نورمالمون ذيس بوتيتو يا. جيعان 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 مانيش راقد اكثر من 48 ساعه فوت المرحله تاع النوم هذيك نسيت المرحله تاعني تاعب وحب نرقد اما الجوع بصفه غريبه نبداو بالبطاطا قبل هذا الله يعافيك رجعت لكم يا جماعه البارتي اللي باش نحكي فيها توا راهي بارتي توجع القلب للناس الحساسين الناس اللي يخافوا من الموت يحبوا يشوفوا ميت خاصه انه لهنا توا باش نحكيوا على حرقان الجثث كما موجود لنا توا في البقعه هذه لهنا وين يحرقوا الجثث تاعهم في نيبال وفي برشا بلدان اخرى الديانه تاعهم الهندوسيه الو يا جماعه نحيو لونيت احتراما للبوقعه اللي احنا فيها توا انا توا في المكان اللي يحرقوا فيه الموتى حسب الهندولوجي كي يموت لهم حد ما يعني يدفنوش كما ندفنوا احنا لهنا هما يحرقوا الميت قبل ما يحرقوه يجيبوه لهنا في النهر هذا اللي كما قاعدين نشوفوه تنظفوه بالماء بل ما يهزوه للمرحله الثانيه اللي هي عمليه الحرق الصادم في الموضوع انه شكون يحرق ولا شكون يحط الفتله بتاع النار في فم الميت الولد الكبير the oldest son of the family هو اللي يحرق امه ولا ابوه حاجه بالحق موحشه حاجه توجع برشا مي فوالا كل بلاد وديانتهم كل بلاد وعاداتهم وتقاليدهم سيبك يحس روحه انه مش قادر باش يكمل يتفرج ويحبش يشوف الموتى وميحبش يشوف عمليه الحرق ما نصحكمش تكملوا تفرجوا في هذايا واللي قلبه كيسح تفرجوا معايا بالله جوست غمارك صغيره بالله ما ناس باش تخلي دي كومونتير جونغ حرام عليك وعلاش توري فينا علاش في الناشونال جيوغرافيك برنامج وثائقي يوريكم كل شيء تجي كان علي انا وعيب وحرام عليا سامحوني يا جماعه ما نجمش نكمل نصور لكم بير ديتيلز ما نجمش نوريكم الميت كش على الريوه باش يغسلوا له قدام الناس كل تتفرج احتراما لحرمه الميت جوست حبيت نعيشكم اكسبيريونس جديده وكهو ما يسال حتى خير اكسبيريونس خايبه برشا ومن اخي بيز اكسبيريونس اللي عشتها في حياتي